وللوقوف على مؤتمر باليرمو الدولي الإيطالي بخصوص أزمة ليبيا، معنا عبر الهاتف الأستاذ مروان درقاش. في البداية نرحب بك أستاذ مروان. مرحبا أخي الكريم، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. في البداية، لماذا الحكومة الإيطالية مصرة على مشاركة روسيا مع أن روسيا ليست رقم كبير في ملف ليبيا؟ نعم، بالتأكيد إيطاليا تسعى إلى إنجاح هذا المؤتمر، خاصة أنه جاء بعد عدة مؤتمرات، منها المعروف في روما في إيطاليا، ومنها المعروف في باريس. ومن أسباب نجاح هذا المؤتمر إشراك كل الأطراف التي لها علاقة بالملف الليبي أو تستطيع أن تضغط على أطراف في الملف الليبي. لا شك أن روسيا يمكنها ممارسة ضغوط على خليفة حفتر، ولذلك حضورها مهم بالنسبة لإيطاليا، خاصة في ظل تردد حفتر في حضور هذا المؤتمر. هناك أخبار تقول بأنه لم يحضر هذا المؤتمر، فحضور روسيا مهم جدا. نعم تمام. يعني باختصار، ما هو الفرق بين حضورها وعدم حضورها؟ نعم، حضور روسيا يعني كما قلت ربما يعطي دافعا لخليفة حفتر، أو يمكنها من خلال حضورها يعني أن تمارس ضغوطا على خليفة حفتر للرضوخ لما سينتج عن هذا المؤتمر. بالتأكيد روسيا لها نفوذ على خليفة حفتر وبإمكانها أن تمارس هذا النفوذ. عدم حضور روسيا بالتأكيد هو سيفقد المؤتمر، مؤتمر باليرمو، الكثير من النقاط التي ربما يحتاجها حتى يستطيع أن يأخذ الملف الليبي أو يستأثر بالملف الليبي من مؤتمر باريس السابق. هل الذهاب إلى روسيا المعنى أن فرنسا قد تخلت على خليفة حفتر؟ لا، ليس هذا الأمر صحيح، ولكن كما قلت هي ممارسة لمزيد من الضغوط. وجود فرنسا ليس لا يساعد كثيرا إيطاليا، لأن اثنين يتنافسان على الملف الليبي، وربما لن تقوم فرنسا بما يجب خلال هذا المؤتمر لأنها تسعى لإنجاح مخرجات باريس. أما روسيا فيختلف الأمر، ربما يكون حضورها يعني دافع أو مساعد في هذا المؤتمر، ويكون بذلك قد نجح هذا المؤتمر. وإذا نجح مؤتمر باليرمو بالتأكيد سيكون يعني نقطة في صالح إيطاليا، وتعطيها أفضلية للتحكم في الملف الليبي ويعني ممارسة الكثير من صلاحياتها في هذا الملف. الأستاذ مروان درقاش محلل سياسي، نشكرك على هذه المداخلة.